أنتقل إليك مراد هناك في نيو، تفضل. شكرا خولة. بالفعل معي إيميليو بوتراغوينيو ممثلا عن فريق ريال مدريد. إيميليو، سيد إيميليو، مرحبا بك في قناة بين سبورتس. ماذا عن القرعة التي أفرزت مقابلة بينكم وبين أتلتيكو مدريد؟ نحن نعرف بعضنا البعض، هذا العام الرابع الذي نخوض فيه مباراة ضد بعضنا البعض في منافسات دوري أبطال أوروبا. المباراة ستكون صعبة، لا أجد الكلمات لكي أصف هذه المباراة، ولكن طبعا أن نخوض المباراة الأولى على أرضية سانتياغو برنابيو يعني أننا يجب أن نحصل على مبتغانا في مباراة تذهب. نحن نعرف وأن خوض المباراة على أرضية الأتلتيكو مدريد لا تكون سهلة، المباراة ستكون مثيرة، الكل سينتظر هذه المباراة، هم يلعبون جماعة وليس فرادة. نتحدث عن الأتلتيكو مدريد وصعب جدا أن تسجل ضدهم لأنه فريق عنيد وصلب دفاعيا. إذا إجمالا علينا أن نبذل قصارى جهدنا، ومن يريد أن يصل إلى النهائي عليه أن يبذل قصارى جهده. رأيناكم تمطر البايرن ميونخ بالكثير من الأهداف وتلعبون بروح الجماعة وروح التنافس أو بروح انتصاري كبير. طبعا هدفنا هو الوصول إلى نهائي كاردف، وهذه هي المنافسة الأجمل والأقوى في جميع أنحاء العالم. هذه منافسة النادي الملكي، وسنبذل قصارى جهدنا ضد الأتلتيكو مدريد، وسوف نحاول أن نبلي البلاء الحسن وأن نكون في أوج العطاء في الثاني من شهر مايو، ونريد أن نسعد كل الجماهير. نخوض مباراة صعبة ضد الأتلتيكو مدريد صاحب العقلية الدفاعية الصلبة، ولكن حينما تصل إلى نصف النهائي فعليك أن تقابل كل الفرق، وأنت تكون على دراية أن كل الفرق التي ستقابلها تعج باللاعبين المحنكين. الكل يصبو للوصول إلى النهائي، لكن لا نستطيع أن نتنبأ بنتيجة المباراة.